وفي برضه ناس زمايلنا برضه هم عليهم تمام، وتم اقنهم مستشفى الهلال تمام، منهم الدكتور عادل سعيد علي موسى ابو العلا والدكتوره ناهد تمام الهاشمي تمام. فاحنا المستشفى واخر محللين وقدرنا نضغط عملنا محضر تمام، ولسه جايين حالا دلوقتي المستشفى. اللي غمقت نتيجه الاضراب عن الاكل؟ اه تمام، اغمى عليهم وقمنا بالاسعاف، الاسعاف جت لهم خدتهم قدام الخط الصحيين واتجهنا بيها الاسعاف للمستشفى الهلال. طيب وحضرتكم اخدتوا تصريح بالاعتصام ده ولا الاعتصام لسه من غير تصريح وكده؟ خدتوا تصريح من وزاره الدفاع؟ حضرتك احنا قدمنا بدل مره 2 و3 وكان اول بوافقونا على التصريح بتاع الوقفات تمام، ومن بعدها بفتره من حوالي وقفتين ثلاثه ايه بنفرض التصريح. هل تم تهديدكم ان الاعتصام ممكن يتفض او كده؟ حاليا لا ما فيش. تمام. طب انا ممكن اعرف مطالبكم ايه من الاعتصام؟ يعني تعيين دفعه 2015 سواسيه بالدفعات السابقه، علما بان من دفعه 2002 ل 2014 تم تعيينهم تمام؟ بالاضافه الى دفعه 2014 اعتفاء 2015 تم تعيينهم. تمام. دفعه 2015. معرفنا بحضرتك؟ عمر حسن احد من السكه محمد تمام. ممكن نعرف مطالبك من الاعتصام النهارده ايه؟ احنا المطالب بتاعتنا الاساسيه النهارده اللي هو بتعيين دفعه 2015 اسوء الدفعات السابقه من 2002 حتى 2014. ده المطلب الاساسي بتاعنا. احنا النهارده دلوقتي دي النقطه 15 لينا او النقطه 15 تمام، ما بين وقفات امام مطالب الصحفيين وامام رئاسه مجلس الوزراء. تم خلال الفتره دي كلها والفتره اللي فاتت، احنا نعتصم دلوقتي بقى لنا كام شهر بالظبط تمام. خلال الفتره دي تم تقديم مذكره لرئاسة الوزراء وتم الرد عليها يعني بالرفض، الرفض من جانب رئاسة الوزراء، وقالوا ان الرفض ده جاي من وزاره التخطيط تمام. بعد كده تم توجه المنسقين الى وزاره التخطيط، وقالت وزاره التخطيط انها لم ترفض تعيين حمد المستشار والدكتوراه، وان الامر في يد او في ايدي المسؤولين في رئاسه مجلس الوزراء. احنا دلوقتي بنقول ان احنا بنوجه خطابنا دلوقتي واتصالنا دلوقتي لمجلس الوزراء او لرئيس مجلس الوزراء، بنقول له ان احنا دلوقتي ان شاء الله احنا مش هيتم فض الاعتصام او بالتفاوض حول حفظ الدفعه بالتعيين اسوء الدفعات اللي قبل كده. احنا مش بنطالب بحاجه جديده، احنا بنطالب زي ما قلنا قبل كده بتعيين الدفعه اسوء الدفعات اللي قبل كده. النهارده الوقت الاضراب زي ما قال زميلي الدكتور محمد، تم الاضراب عن الطعام واعلان الاضراب عن الطعام من بدايه حوالي الساعه 4 عصرا، وده كان نتيجته تم الاغماء لاثنين زمايلنا من الدكاتره وتم نقلهم من مستشفى الهلال. عرفنا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. عادل سعيد حمله ماجستير دفعه 2015، حصل على ماجستير تربيه مطالب من رئيس الوزراء بإصدار قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015. احنا بنعاني معاناة شديدة جدا من أول بداية الوقفات، احنا عملنا 15-16 وقفة لغاية دلوقتي ولم يستجب لنا رئيس الوزراء، مع ان بتوع الثانوية طلاب الثانوية العامة وانا افتخر بيهم يعني اللي هم قعدوا اسبوع خلال وقفتين. رئيس الوزراء امبارح جمد قرار 10 درجات اللي هي كانت على الثانوية العامة. احنا بقالنا 16 وقفة ومحدش راضي يبصلنا ولا يقول لنا تعالوا اما نتفاوض معاكم. النهارده احنا عاملين اضراب شامل واعتصام، اضراب شامل عن الطعام. اسمي علي فتحي عطوان، حصل على ماجستير الاقتصاد السياسي والماليه العامه من جامعه المنصوره. حضرتك احنا بنطالب بالتعيين سوى من الدفعات السابقه من دفعه 2002 لغايه دفعه 2014 اعتماد 2015. حضرتك احنا قدمنا طلبات كثيره لرئيس مجلس الوزراء، ودي الوقفه رقم 13 ليلة. حضرتك رئيس مجلس الوزراء متجاهل طلباتنا في التعيين. تركنا جميع الابواب، تركنا باب وزير التخطيط
كتير. تركنا باب التنظيم والإدارة، تركنا باب رئيس مجلس الوزراء، مفيش حد راضي يسمع لنا. حضرتك احنا مرمين في الشارع زي ما انت شايف، مفيش حد بيسأل عننا، في ناس معتصمة، معتصمة على الصم كله، في ناس مضربة عن الطعام. حضرتك كانت في الإسعاف دلوقتي شايلة واحد من حاملة الماجستير والدكتوراه، جاله هبوط حد في الدورة الجمهورية. هل تحرك رئيس مجلس الوزراء؟ هل تحرك حد من المسؤولين وقال وشاف طلبات الناس ديت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الماجستير والدكتوراه اسوة زملائنا في الماجستير والدكتوراه 2002 لحد 2015 لحد 2014 لحد 2015، لانه فعلا حمله الماجستير والدكتوراه هم اللبنه الاساسيه لتطوير تنميه الجهاز الاداري للدوله. معظم المسؤولين معظم الناس بتسال بتقول هو ليه في ركود في الجهاز الاداري للدوله؟ شيء اساسي انه يبقى في ركود، لانه اللي قائم باداء الخدمه للمواطن دبلوم زراعه ودبلوم تجاره، دبلوم زراعه دور ثاني ودبلوم تجاره، فبالتالي انت عاوز ايه من شخص اصلا ما كانش يعرف اي حاجه عن كتابه ولا قرايه ولا اي حاجه.